ومن العناوين إلى التفاصيل، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد الرئيس خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن من يتحدث عن أداء البرلمان، مؤكدا أن البرلمان جاء بإرادة حرة وأن 50% من النواب جدد، مطالبا الشعب بالحفاظ على مؤسسات الدولة لاستكمال دورها. وعشان كده بنقول للمصريين في الفرصة دي، اوعى من فضلك تسيب حقك لغيرك، انزل قول لا على فلان، لكن انزل عشان تبقى انت ضميرك مستريح قدام نفسك في انك انت لم تتخلى عن دورك حتى لو كان صوت واحد، قول اللي انت عايزه. وللتعقيب على ما لدينا من اخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بسياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. اهلا بك معنا. اهلا بك يا فندم. معالي السفير، ما قراءتك لحرص الرئيس على دعوه الشعب المصري للمشاركه بقوه في الانتخابات؟ المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة ده حق وواجب في آن واحد، وبتكتسب أهمية كبيرة إذا أخذنا في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية في مصر والتطورات الإقليمية والتطورات في السياسة الدولية. كلنا بنتطلع أن الشعب المصري يذهب إلى لجان، إلى صناديق الاقتراع، ويختار من يرى فيه القدرة على قيادة مصر في السنوات الأربعة المقبلة في وسط كل هذه التغيرات والتحديات والتهديدات اللي بتواجه مصر. من ناحية أخرى، المشاركة الكثيفة في الانتخابات هترسخ الديمقراطية المصرية البازغة والناشئة.